وصلنا لفقرتنا الطبية اليوم. رح نحكي عن صحة الفم والأسنان، وهذا موضوع كتير مهم أنه نعتني بصحة أسناننا، لكن بشهر رمضان هذا الاهتمام لازم يكون مضاعف، لأنه الصائم بينقطع لفترات طويلة عن شرب الماء وبيتغير نظامه الصحي. اليوم رح نحكي عن أبرز المشكلات اللي بيعاني منها الصائم خلال شهر رمضان وشو هي الحلول، ومع دكتورنا اللي صار معنا بالاستوديو الدكتور اختصاصي تجميل الأسنان والتعويضات الفكرية وأستاذ بكلية طب الأسنان بجامعة البعث الدكتور إبراهيم تركماني. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. سعد صباحكم دائما، كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم يا سوريا، إن شاء الله بالنصر دائما. وأنت بخير حكيم، سعد صباحك بداية، رمضان كريم نعاد عليكم. دائما إشارات كتير من الاستفهام بشهر رمضان الكريم بأسئلة بتتوجه لأطباء الأسنان، أنه أنا اليوم بدي صوم بس أنا عندي إجراء طبي، إجراء تجميلي داخل الفم، وبيبقى السؤال دائما أنه هل ممكن هذا الشيء يفطرني أو لا، أنا كيف قادرة أحمي أسناني خلال فترة الصيام؟ خلينا بشكل عام هيك نحكي عن الصحة الفموية خلال الشهر الكريم. هلا عنوان كتير حلو، الصحة الفموية خلال شهر رمضان الكريم. يعني الموضوع بالنسبة لنا بدنا نعتني نحن بالصحة قبل وخلال، إذا في شيء خلال شهر رمضان الكريم بصير تغيرات أو تبدلات أو عادات بتطرأ لعنا بتخلي هالعادات الغذائية تغير بالصحة الفموية. هلأ حقيقة نحن في عنا دائما مشكلة إنه نحن ما بنفرش أسناننا ومنروح مننام، هاي النقطة من النوم يلي بننام من ساعات 9 ساعات، وبالتالي بصير في تخمرات، وهون بتبلش بداية الحكاية مع النخر، وبالتالي الموضوع بالنسبة لنا الأمراض تبدأ من هون. بنفس القياس إذا أخذنا رح نشوف إنه نحن في عنا فترة طويلة بدون إدخال الطعام إلى التجويف الفموي، وبالتالي بده يصير في عنا مشكلة حقيقية، وهي إنه اللعاب بخف، وبنفس الوقت بصير في عنا تخمرات نتيجة إهمال الصحة الفموية. المعيار اللي بدي أحكي أنا إنه بالحالتين دائما هو تفريش الأسنان بشكل جيد، هاي نقطة غايب الأهمية، لكن أنا لحتى أفرش أسناني بشكل جيد يجب أن يكون هناك أسنان قابلة للتفريش بشكل جيد. من هي الأسنان التي لا يمكن تفريشها بشكل جيد؟ هي الأسنان التي وصلت لدرجة النخر، وبالتالي سيبقى هناك فضلات طعام بالحفرة، حفرة السن النخر، وبالتالي مهما حاولت أنه نظف راح تبقى، وراح تكون هي مصدر حقيقة لدخول الجراثيم على كافة السطوح السنية، وبالتالي بنكون عم نعمل تعميم للنخر بشكل كتير كبير. هاي نقطة. النقطة الثانية اللي عنا إياها وكتير مهمة، أنه نحن منعوض أو منشتغل وبكون في عنا إهمال لمراجعة الطبيب، وفي صير تبدلات سواء باللثة تراجعة أو بالتعويض بكون تغير وضعه مع مرور الزمن، وبنهمل هذا الموضوع. كمان بالنسبة لنا موضوع كتير مهم، فإذا الموضوع بالنسبة لي يجب أن تكون المراجعة قبل شهر رمضان الكريم لطبيب الأسنان. لكن نحن هلأ بالشهر الكريم والحلول شو هي؟ الموضوع بالنسبة لنا إذا بنطلع رح نشوف إنه لازم أنا ركز على موضوع التفريش بشكل جيد بوسائل متنوعة، والتفريش لا كمان يعني يمكن الأكل الحلويات وهيك كلها، هي بعض الإفطار بشكل كبير يمكن بتصير برمضان، هل هي كمان لها دور بمشاكل الأسنان؟ هلا بموضوع الأغذية خليني أقول قاعدة عامة، يعني مثل ما بلشنا بقواعد ننتقل لقاعدة تانية وكتير مهمة، صحة الفم من الصحة العامة، والصحة العامة هي من صحة الفم. منبلش بأخطاء بالصحة الفموية رح ترتكس فورا، ونشوف إنه بجهاز الهضم صار في عنا مشاكل، بصير في عنا مشاكل بالصحة العامة مثل داء السكري، منشوف انه بالفم صار في ظواهر موجوده منا قله اللعاب، وبالتالي نقص الغزاره اللعابيه. فاذا الموضوع بالنسبه لنا يعني موضوع الصحه الفمويه خليني اقول هي يعني متناغمه مع الصحه العامه، وهي نقطه غايب الاهميه، وبالتالي كل شيء يفيد الصحه العامه ويضر الصحه العامه يضر الصحه الفمويه منا. وهذا الشيء المهم يلي حضرتك ذكرتيه انه الاكل الاصطناعي. وشو الاكلات الاصطناعيه؟ كل شيء سكاكر
نحن اصطناعية بالنسبة لنا كتير مهم أنه نتجنبها. وليش نكون حريصين يعني بالتفريش بعد ما نأكل برمضان بالمساء على الإفطار مثلا بعد الإفطار أو بالسهرة؟ موضوع الحلويات والسكاكر الاصطناعية وهي مشكلة وهي عادات حقيقة، وما فينا نجنب المجتمع ونقول له ما تتخذ هيك عادي، لأنه هو تقاليد شعبية وموروث حقيقة لبعض الأكلات يلي الأمهات ما فينا بلاها. وبالتالي الموضوع يعني نحن مضطرين أنه يعني ما نقاوم هيك مواضيع، وبالتالي يجب الاعتناء بتفريش الأسنان بشكل جيد. وبنفس الوقت أنا بدعي من خلال الشاشة الكريمة إنه المضمضة بالماء خلال يعني تكرار خلال النهار لحتى نرطب الأغشية المخاطية بالفم حقيقة، لأنه الجفاف الفموي أو قلة غزارة اللعاب بالفم بيدعينا لكثير من المشاكل، منها النخر ومنها صعوبة الكلام. هلأ ما بس هدول الناس، خلينا حكينا على موضوع الناس اللي عندهم يعني أسنان طبيعية واعتبرناهم هن المجتمع بشكل كامل، لا على الإطلاق مجتمعنا ما بس هدول الناس اللي عندهم أسنان كاملة، في ناس فاقدين لأسنانهم بشكل كامل، وبالتالي هدول الناس كمان عندهم حقيقة مشاكل خاصة. أنا من خلال الشاشة الكريمة بقول إنه لازم يعتنوا بالأجهزة المتحركة وما يخلوها، في كتير بيتقاعسوا حقيقة من مرضانا، أنا بلاحظ على موضوع إزالة الأجهزة المتحركة من الفم ليلا، وهي الموضوع بيعتبر انه الامور ماشي معه ونظف ورجع على بشان ينام فيها وما له مستعد يعني يقوم بازاله الاجهزه من الفم. هي بتعمل لنا مشاكل كثير كبيره حقيقه، وبتوصلنا لدرجات امراضيه شديده من الفطور ومن الانتانات، وحتى بتوصل لدرجه ما قبل السرطانيه بالمراحل المتقدمه. فإذا الموضوع بالنسبة لنا يعني لازم نكون نحن حريصين على موضوع إزالة الأجهزة من الفم خاصة برمضان، لأنه راح يكون أنا بشوف في حالي النوم الطويل بياخد. نقول عنوان حكيم اليوم الاعتناء بالصحة الفموية، هي خلي تكون عادة مكتسبة مثل عادة شرب المي، مثل عادة التدخين السيئة، يعني خلي تكون عادة بحياتنا، يمكن ما نصل لهذا المراحل من العلاجات اليوم، ولكن بشهر رمضان الكريم كتير ناس بتقلك أنا بحاجة لإجراء طبي داخل الفم ولكن أنا صايمة ما بعرف إذا ممكن أنا أروح أو لا. بنظرك دكتور طبيا شو أهم الإجراءات اللي أنتوا عم تشتغلوا عليها الشهر الكريم؟ عفوا حسب معرفتي بموضوع الصيام بحدود العلم يلي أنا طبعا علميا طبيا فأنا عم بحكي أنه الصيام هو الامتناع عن البلع. هلأ بطبيب الأسنان حقيقة في وسائل عنا كتير مهمة بتخلي أنه المريض ما يبلع أي شيء، بيجنب عملية البلع، وبتوقع أنه الموضوع من حيث المبدأ ما في مشكلة أبدا، حتى لو يعني كانت جراحية دكتور حسب صحة المريض. يعني خلينا نقول هاي الموضوع إذا في عملية مثلا حسب صحة المريض ساعتها الطبيب أنه مضطر لهالعمل ممكن يعطي رخصة للمريض أنه يفطر، وبالتالي هذا القرار قرار حقيقة للحالة. أما بشكل عام المعالجات العادية البسيطة يلي بيقوم فيها طبيب الأسنان بعيادته فهذا أكيد يعني أمر يمكن السيطرة بشكل جيد على الحالة. أنا بدي أقول أنه أحياناً نحن بنضطر لأنه في آلام يعني مبرحة ولا يمكن أنه نقول لحدا أنه ابقى لبعد العيد أو خد أدوية وبتبقى لبعد خلص رمضان، في حالات إسعافية، وهي يكون مطمئن يعني أخوتنا المواطنين يكونوا مطمئنين على موضوع أنه فينهم يعملوا المعالجات وهن مطمئنين تماماً، ما بصير عملية أي بلع لموضوع أي شيء عن طبيب الأسنان، يعني لا بالمواد ولا بالماء يلي بيطلع من الأجهزة، وبالتالي الموضوع يعني الأجهزة الحديثة هي مسيطر بشكل جيد ويمكن العلاج بشكل آمن وما في عنا أي مشكلة. تمام. يمكن دكتور في كتير حالات بيمرقوا معكم وخصوصا بهذا الشهر انه مشكلات بالاسنان، لكن اليوم الحالات اللي بتتطلب تخدير شو حلها هي؟ الموضوع التخدير ما في مشكلة في الموضوع، لانه هو يعني موضوع كتير بسيط وسهل وادويته ما انا يعني مؤثرة على موضوع الصيام، أنا هيك بحدود العلم والمعرفة ولا أفتي يعني في الموضوع
بعرف انه ما بيأثر على موضوع التخدير. فنحن يعني من خلال المعرفه انه اطباء الاسنان بيقدروا يمارسوا المهنه بشكل جيد خلال يعني فتره طبيعي. رمضان بشكل طبيعي شرط اتخاذ الاجراءات. يعني نحن بنعرف من المفطرات مثلا عمليه الاقياء ما بصير. يعني انا بدي اكون مسيطر على المريض وعارفان كيف عم اتعامل معه وقت بدي اخذ طبعات او اشتغل ويكونوا الناس حساسين كيف بدي اتعامل معهم، وبنفس الوقت يكون عندي الادوات الجيده اللي بتعمل شفط للماء بشكل جيد وللمواد اللي بتكون بقلب الحفرة الفموية خلال المعالجات. هاي أمور حقيقة بالعيادات كافية في سيطرة عليها بشكل جيد. وأنا عم بحكي ما أنه في مثلا عم ندعي لأنه بعض العيادات، لا عم نحكي كل العيادات يلي موجودة هي عيادات حقيقة، سواء يعني من أطباء قدامى أو أطباء حديثين في عندهم هاي الجاهزية ليسيطروا على الموضوع بشكل جيد بحيث أنه المريض ما يبلع أي شيء خلال المعالجة. طيب دكتور خلينا نحط عناوين رئيسية لفقرتنا لليوم بصحة الأسنان، أهم النصائح وكيف اليوم قادرين أنه نتجاوز هاي المرحلة. في ناس كتير بتضايق من ريحة الأسنان، من بتحس أنه أنا ريقي عم ينشف، هدول طبياً اليوم إذا بنحط عناوين لفقرتنا لليوم. هلا إذا بدنا نقول رائحة الفم منين إجت، حقيقة مثل ما قلنا أنه هي بتكون من المعدة دكتور، بتكون يعني في نخر عنا في تراكم فضلات، هاي الأغلب تخمرات. نحن يعني عنا الرائحة هي نشاط جرثومي، خليني أقول طبيا هيك، فنتيجة انبعاث التفاعلات الغازات بتشكل لها الرائحة المانا مستحبة، وهي يعني هي يعني ظاهرة شائعة عالميا لكن بوقت الصيام لها خصوصيتها. هلا نحن ممكن تكون مثل ما حكينا نلغي المنابع الجرثومية بين الأسنان بالنخور يلي موجودة إنه نعالجها، وفي عنا حتى ببعض الناس في عندهم يعني تشققات باللسان وكان بتكون هي موضع لمستعمرات جرثومية، فبنلجأ لموضوع يعني تفريش أو قشط اللسان بالفرشات الأسنان العادية، وبالتالي بنكون نحن جنبنا بالإضافة للمضمضة المستمرة بالماء دون بلع، وبالتالي خلال النهار عم نحكي دكتور بالضبط هو خلال النهار، وبالتالي نحن أمام حالي صائم وبتمضمض. هلا إذا بدنا نقول إنه بشان ما حدا يعني يفكر إنه الموضوع خلال يعني أداء فريضة الوضوء مثلا بالصلاة كل الناس بتتوضى وتتمضمض وهذا شيء يعني طبيعي، فإذا هاي العادي لو نحن استخدمناها عدة مرات رح إن هي تفرغ لنا المحتوى الفموي من الجراثيم، هي معناتها. هي الحالة دكتور حضرتك عم تذكرها في حال الشخص كان صائم وعنده هي الريحة الغير مستحبة، لكن في كان حال في مشكلة أساسية بالمعدة أو بالأسنان هون بدنا نروح لمراحل علاجية تانية. دائما منعالج السبب، يعني نحن وقت بنروح على موضوع الهضمي أكيد في طبيب هضمية، نحن أنا وقت حكيت ضمن اختصاصنا حكيت على موضوع لثة، حكيت على موضوع أسنان ونخور، حكيت على تعويضات، فهي ضمن الحفرة الفموية حكيت على إمراضات ضمن اللسان ضمن اللثة، فهذا الموضوع يعني بشكل أو بآخر في يعني حدود لكل اختصاص، فضمن حدود اختصاصنا لا نحن نحكي على الحفرة الفموية أكيد. يعني وقت الطبيب الأسنان بيعرف انه بشوف بحول لاطباء ثانيين ليتعاونوا مع بعض، لانه حتى احيانا بيضطر انه طبيب الاسنان يشوف ما في غزاره باللعاب مرضيه، فبيضطر انه يحول لاطباء الغدد ويتعامل معهم ليشوفوا ويستكشفوا اذا في امراض ثانيه. دكتور بدنا نتشكر حضورك لليوم لكل المعلومات اللي ذكرتها، ودائما بنقول الصحه والسلامه لجميع الناس، ودائما الوقايه خير من امور كثير ممكن نحن نروح بحالات اسعافيه كثير لعند اطباء الاسنان. شكرا دكتور ورمضان شكرا كريم. لحضراتكم شكرا لحضورك دكتور ورمضان كريم عليك، واكيد بنتمنى السلامه للجميع.